بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم صدى التقوى بالرياض تقدم. السفر بلا شك أيها الأحبة فيه متعة روحية وراحة نفسية، ولهذا تجد بعض الأشخاص يحبون السفر لأن لديهم حكمة تقول المفروض مرفوض. متعة السيارة تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهلي، ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ولا تتسمع لامرئ القيس إنه مضل ومن ذا يهتدي بمضل. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. متعة السيارة. المأمون كان يقول لا شيء ألذ من السفر في كفاية وعافية، لأنك تحل كل يوم في محلة لم تحل فيها وتعاشر قوما لم تعرفهم. الوداع. استحباب التوديع للمسافر. المشاور. شاور من تثق بدينه وخبرته وعلمه في السفر. الاستخارة. إذا عزمت على السفر فاستخر الله تعالى. الرفقة. كراهية الوحدة في السفر. المحرم. النهي عن سفر المرأة بدون محرم. أنا أسألكم الآن، ما هو جمع مسواك؟ لعل أحدكم قد جاء بالإجابة. لما سأل الخليفة أو ولده وقال ما جمع مسواك، لم يرد أن يقول له مساويك، لأن مساويك يعني كأنها سيئات، جمع سيئة، فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فانظر إلى هذه العبارة الجميلة، ولهذا الكلمة الطيبة عطر اللسان. كلما كان الإنسان كلامه طيبا لذيذا رائقا رائعا كلما كان محبوبا، لأن الكلمة التي تخرج من النفس وتكون قاسية تقع في قلب صاحبها. ألم تر كيف ضرب الله مكتبها ملكتك، صرت أنت عبدا لها. متعة السيارة. أيضا حقيبة الإسعافات الأولية مهمة جدا في السفر، حقيبة صغيرة تتضمن ضمادات وأربطة ومطهرات وأدوية للجروح وكيس جلد أيضا لارتفاع درجات الحرارة ومرهم وقطرات مضادة لاحتقان الأنف وميزان لقياس الحرارة إلى غير ذلك. متعة السيارة. بمجرد دخولك لسيارة الأجرة اقرأ المعلومات المكتوبة عن السائق والتي تثبت عادة على ظهر مقعده، واحتفظ في ذاكرتك باسمه ورقم هويته. قد تحتاج لهذه المعلومات، قد تنسى كتاب، قد تنسى شيء من أغراض شنطة لأحد أبنائك ونحو ذلك. وأخيرا تذكر أنك في السفر سفير لبلدك، فلا تجعل الأغراب يأخذون عنك وعن بلدك انطباعا إلا انطباعا جيدا. تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. متعة السيارة. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشريط وهذه المادة التي بين أيديكم هي مادة من نوع آخر، أردت أن أعيش معكم في هذه الرحلة وأن أقدم شيئا كثيرا من الأشياء النافعة والمفيدة التي يمكن أن يدخل الأنس والسرور عليكم في هذه الرحلة، من الطرائف والألغاز والفوائد والحكم وغيرها من الأمور التي ستسمعونها وستشاركونني أيضا فيها. ولذا أتمنى منكم أن تقفوا معي في الوقفات التي أريدها منكم عند الألغاز والأسئلة وغيرها. أفترض بأن هذه المادة تسمع في أثناء السفر، وما أجمل السفر، وفي الإجازات تكثر الأسفار وتتنوع الوجهات وتختلف المقاصد، ومن هنا تختلف نظرة الناس إلى الأسفار، فبعض الناس
يجد فعلا في السفر متعة وبعضهم لا يجد متعة فيها. ولذا كلنا نحفظ قول الشاعر: تغرب عن الأوطان والتمس الغنى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. بينما هناك شخص آخر كان يكره السفر ولا يريد الذهاب إلى أي مكان، بل يريد أن يبقى في بيته في بلده في مدينته التي هو فيها. ولهذا قال أحدهم مناقضا للأبيات الأخرى: إذا قيل في الأسفار خمس فوائد أقول وخمس لا تقاس بها بلوى، فتضيع أموال وحمل مشقة وهم وأنكاد وفرقة من أهوى. وأبلغ من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. أخرجه البخاري ومسلم. إذن السفر قطعة من العذاب لما يحصل فيه من الوعثاء، وفي الأسفار تحصل المشاق ويقع التعب ويحصل النصب. وفي الجهة المقابلة أيها الإخوة، لا شك أن في السفر أيضا هناك فوائد جميلة، ففي السفر أو بالسفر يكسر الملل ويزال أيضا حاجز الضيق والروتين الذي تصاب به الأسرة من رتابة الحياة اليومية. والسفر أيضا هو فرصة لتجديد الحياة ودافع للمزيد من العطاء حتى يعود الإنسان إلى أرضه وبلده وهو أكثر نشاطا. والسفر أيضا مناسبة لإذابة أي مشاعر سلبية بين أفراد الأسرة، ووسيلة أيضا لتقريب المسافات وتوطيد الصلات والمشاعر سواء بين الزوجين أو فيما بين الآباء والأبناء. ولذلك لعلكم تسمعون الآن هناك صياح في المرتبة الخلفية مع هؤلاء الأبناء، إن هذا الشجار والصياح هو نوع من السرور والمرح والسعادة، ولا يعرف هذا السرور والمرح والسعادة ويقدر قدره إلا الشخص الذي لم يرزق بأولاد، فإنه يشعر بحجم الألم الذي يعانيه في داخله. بل السفر أيها الإخوة عامل مساعد على صياغة وصقل شخصية الإنسان واكتسابه لمهارات وسلوكيات كثيرة عندما يواجه ثقافات وتراث البشر المتوارث وأشخاص أيضا من خلفيات متنوعة ومواقف ومصاعب أثناء السفر إلى غير ذلك. بل السفر أيها الإخوة متعة روحية وراحة نفسية تتيح لك التأمل والتفكر في جمال الطبيعة وإبداع الخالق عز وجل، فيقوي إيمانك. عندما تذهب أحيانا إلى بعض البلدان أو في داخل بلدك أيضا، فتجد بعض المناظر العجيبة من الشلالات والأرض الخضراء وغيرها، عندما تسير في طريق لمدة ساعة أو ساعتين لا تكاد تجد شبرا من التراب، كلها أرض خضراء ورذاذ المطر ينزل عليك، وأنت ترى على بعد مجموعة من الخيول والبقر والغنم وهي ترعى في ذلك الحقل. أي جمال يدخل إلى داخلك. عندما تذهب إلى بعض الأماكن فتجد الأرض ملونة طبيعية، تراب أحمر وآخر أخضر والثالث التراب الطبيعي ورابع بلون آخر وهكذا. هذا الأمر عندما تتأمله تدرك بديع صنع الله تعالى، وتتعلم بل وتعرف بعد أن كنت تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولذا يا أخي الكريم السفر يوفر هذه المتعة، وهي المتعة الروحية. بل يا أخي الكريم إن الإسلام يركز على مسألة الجمال والاستفادة من هذا الجمال في النفس وفي سيرها في الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جعله على هذه الأرض جعل من ضمن هذه الأشياء حدائق ذات بهجة، ذات بهجة. وأرجو أن تتأمل معي لفظة حدائق ذات بهجة، انظر للبهجة، البهجة التي تشع على النفس، فلا يملك الإنسان تجاهها إلا أن يقول سبحان الخالق جل جلاله. عندما تدخل أحيانا إلى حديقة سفاري، أي الحديقة المكشوفة التي تكون فيها الحيوانات على طبيعتها، تجدها في بعض البلدان، تجد فيها متعة أيضا عندما تكون قريبا من الفيل بعد أن كنت تراه فقط على صفحات المجلات أو الكتب أو غيرها. إذن السفر بلا شك أيها الأحبة فيه متعة روحية وراحة نفسية، ولهذا تجد بعض الأشخاص يحبون السفر لأن لديهم حكمة تقول: المفروض مرفوض. فالشيء الذي يبقى الإنسان فيه دائما يجد فيه يعني نوع من الملل، لكن لما يخرج لا شك أنه يجد نفسا أخرى. ولهذا يقول الشاعر: تنقل فلذأت الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهلي،
ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ولا تتسمع لامرئ القيس إنه مضل ومن ذا يهتدي بمضلله. بل بعض الشعراء كان لا قيمة له في بلده، ولهذا ذهب من ذلك البلد وبدأ يعيش في بلاد أخرى. كان أحد الشعراء يقول، وهو عالم جهبذ رحمه الله، يقول: لولا القضاء الذي لا بد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالقدر، ما كان مثلي في بغلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفري. وثمة شاعر وهو أبو العلاء الهمذاني يقول: همذان لي بلد أقول لفضله لكنه من أقبح البلدان، صبيانه في القبح مثل شيوخه وشيوخه في العقل كالصبيان. فهذا الرجل لا يحب بلده ويرى أن فيه مثل هذه الخصال والمواصفات التي لا يريد أن يجلس فيها، وإن كان الحب للوطن جزء من حياة الإنسان وطبيعته. ولهذا يقول العباس بن الأحنف: يا غريب الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه، ولقد زاد الفؤاد شجن، طائر يبكي على فننه، كلما جد البكاء به ذابت الأسقام في بدنه. فهذا الإنسان عندما سمع صوت الحمامة وهي تحن إلى موطنها هيجت فيه حبه لأوطانه. ولذا أحمد شوقي يقول في القصيدة المشهورة: وللأوطان في دم كل حر يدن سلفت ودين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق، شكوت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق. فأنت ترى بأن الإنسان لا شك له حب لوطنه، ولهذا حنين الحمامة على الجذع حرك فيه أشياء كثر. إذن السفر يا أخي الكريم فيه متعة وفيه فائدة، وإن كنا دائما نسأل أنفسنا، بل ينبغي أن نسأل أنفسنا عندما نتحدث عن السفر: هل لا بد من السفر؟ لأن ثمة أسر ذات دخل محدود ومع هذا ترهق نفسها ماليا، فتزيد ديونها على الديون الموجودة لديها من أجل الذهاب إلى سفر آخر، ثم يعود بعد سفره إلى هم بالليل وذل بالنهار. إذا استطعت أن تسافر إلى بعض الأماكن الجميلة الرائعة البعيدة عن المحاذير الشرعية وبلاد كفر وغير ذلك، فإن لم تجد إلى ذلك سبيلا فتذكر بدائل السفر الأخرى من وجود العديد من المناطق الجميلة والمواقع الخلابة في بلادنا، والتي تتوفر فيها كثير من المرافق الترفيهية والمساكن وغيرها بأسعار أرجو أن تكون في متناول يد الجميع إن شاء الله. وثاني هذه البدائل هو أنك عند مكوثك في بلدك طوال فترة الصيف تستطيع إلحاق أبنائك بالمراكز الصيفية وهذه النوادي لإكسابهم عديد من المهارات، بينما تستطيع أنت وزوجتك أيضا تغيير ديكورات المنزل أو تغيير مواضع الأثاث، أو تستطيعون جميعا القيام برحلات ونزهات قصيرة. ولذا عود على بدء أيها الإخوة، أحد الشعراء يقول: في الأرض عن دار القلى متحول، وكل بلاد أوطنتك بلاد. وشاعر آخر يقول: وما هي إلا بلدة مثل بلدتي، خيارهما ما كان عونا على دهري. وأحد الشعراء يقول في قضية السفر والخروج من البلد: وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل، ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز ذليلا. وبالمناسبة أيها الإخوة، عندما يذكر السفر تذكر السرعة معه، نجد بعض الأشخاص يسرعون في سياراتهم متجاوزون الحد القانوني الموجود، وفي هذا خطر كبير، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتفادى عندئذ بعض الإشكالات والمفاجآت التي تمر عليه. ولكن ذكرتني السرعة بقصة ذكرت في كتب التاريخ، حيث أن حذيفة ابن بدر أغار على إبلي النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وسار في ليلة واحدة مسافة 8 ليالي، ولذلك ضرب به المثل، يعني ما كان يقطع في 8 ليالي قطعه في ليلة واحدة. ولهذا قيس بن الحطيم يقول في قصيدة له: هممنا بالإقامة ثم سرنا مسير حذيفة الخير بن بدر. هذا حذيفة بن بدر هو الذي سار هذه المسافة السريعة في وقت واحد. المأمون كان يقول: لا شيء ألذ من السفر في كفاية وعافية، لأنك تحل كل يوم في محلة لم تحل فيها، وتعاشر قوما لم تعرفهم. هذا لا شك
صحيح، فالإنسان عندما يسافر يجد عقولا أخرى، ويجد أناس يهتمون بالدعوة إلى الله وخدمة الدين وغير ذلك. وأنا أذكر سفرة من السفرات إلى أحد البلدان، وتحديدا إلى بلدة أوكرانيا أو مدينة أوكرانيا، وذهبت إلى سيمفروبل وكييف، وكان هناك أناس للأسف لديهم منهج يعني ضال وبعيد عن الإسلام ويحاربون دين الله عز وجل، وكانت هناك جريدة تصدر لبيان ضلال تلك الأشياء التي تقولها تلك الجماعة. فرأيت شيئا عجبا أيها الإخوة، أن من يقوم بإنشاء هذه الجريدة وتحريرها امرأة عجوز فوق 60 من عمرها. بل ذهبت مرة إلى أحد المعاهد في بلد إسلامي رائع وهو بلد أندونيسيا، ووجدت في ذلك المعهد مجموعة من الطلاب المميزين، فعندما رأيت أولئك الطلاب رأيت فعلا الهمة والحماس والجد، حيث أنهم مجموعة يجلسون سنتين في ذلك المعهد يتعلمون القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وليس لديهم إلا شيئا يسيرا من الإجازة، ويدخلون وهم لا يتحدثون اللغة العربية، ويتحدثون في بضعة أشهر ثم يخطبون بعد ذلك. وكانت من ألذ رحلات الحياة عندما جلست فعلا مع هؤلاء الأشخاص. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أوقاتهم وعلمهم وعملهم. ولذا ما دمنا نتحدث عن السفر، حبذا التذكير ببعض الأشياء والآداب التي لا تخفى على الإخوة المسافرين. من هذه الآداب استحباب التوديع للمسافر، يستحب أن للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه، فيقول الشخص الذي يريد أن يودع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويجيبه المسافر فيقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومن الآداب المهمة التي ينبغي أن تسبق هذه هي قضية المشاورة، فشاور من تثق بدينه وخبرته وعلمه في السفر، وعلى المستشار أيضا أن يبذل له النصيحة، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وأيضا من الآداب الاستخارة، فإذا عزمت على السفر فاستخر الله تعالى، خاصة عند التردد، فبعض الأسفار قد تكلفك أشياء كثيرة، وقد يكون هناك أمور لا تحمد عقباها في الذهاب لذلك السفر. ومن الأشياء أيضا رد المظالم والديون إذا كانت عليك مجموعة من الديون. ومن الآداب أيضا كراهية الوحدة في السفر، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، رواه البخاري. إذن هذا الحديث يبين أيها الإخوة خطورة الوحدة، لأن الإنسان تعترضه آفات في سفره، ولهذا حذر الحديث من التفرد في السفر. وأيضا جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ومن الآداب أيضا استحباب التأمير في السفر إذا كان ثلاثة فأكثر، ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ومن الآداب الشرعية النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فقد نهى الشرع المطهر عن سفر المرأة بدون محرم، وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، في رواية: أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. ومن الأشياء أيضا من الآداب استحباب السفر يوم الخميس أول النهار، فمن هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه كان يحب الخروج في يوم الخميس، وكان يخرج في أول النهار، كما جاء في حديث كعب بن مالك وصخر أيضا بن وداع الغامدي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها إخوة الكرام الأذكار والأدعية التي وردت في السفر، منها دعاء ركوب وسيلة السفر، فإذا ركب الإنسان قال: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأما دعاء السفر فمحفوظ للجميع، وأذكر به وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما يستوي على ظهر بعيره، يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده،
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع الإنسان إلى أهله زاد عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومن الآداب أيضا في قضية الأذكار الذكر عند علو الأشياء المرتفعة أو عند الهبوط أيضا في الأودية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا كبر وإذا هبط عليه الصلاة والسلام سبح. ومن الأشياء أيضا أن الإنسان إذا دخل بلدة أو قرية يريد الدخول فيها إما يعني للإقامة لبضعة أيام أو للمرور بها، من الجميل أن يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أشرف على قرية يريد دخولها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإذا كنت مسافرا وحصل عليك السحر، فيستحب عند السحر أن يقول الإنسان: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وينبغي أيضا للمسافر أيها الإخوة أن يغتنم سفره ويدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب، وأن يجتهد في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي داود قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ومن الأشياء التي يحرص أيضا عليها المسافر صلاة التطوع في السفر، وهي من السنن المهجورة، أي صلاة المسافر في أثناء سفره على مركوبه، وأقصد بها صلاة التطوع. فقل من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من آلات السفر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يوتر على راحلته. فجميل أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على هذه السنة، يعني إذا كنت في رحلة طويلة قم وتوضأ يا أخي، وفي سواء في أي درجة كنت أو كنت أيضا في سيارتك بشرط أن لا تكون قائدا للسيارة، فصلي يا أخي الكريم تلك الصلوات التطوع، يكتب الله عز وجل لك بها أجرا كبيرا. ومن الأشياء التي ينبه عليها أيضا من الآداب التي يستحب للإنسان أن يحرص عليها في سفره، أنه إذا نزل مكانا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن الأشياء أيضا اختيار المكان المناسب للنوم حتى لا يتأذى من هوام الأرض ودوابها، لأن بعض الإخوة في السفر من كثرة تعبهم يجلسون في أي مكان، وقد يكون هناك هوام أو قريب من طريق عام أو نحو ذلك، فيحرص الإنسان على اختيار المكان الجميل. والمهم البعد عن أي شيء يضره في سفره. ومن الأشياء أيضا والآداب التي ينبه عليها في السفر أن الإنسان إذا رجع في سفره فجميل أن يحضر معه مجموعة من الهدايا لأهله، لأن هذا يجلب السرور عليه، وتجد الأبناء يعانقونه ويسلمون عليه ويستقبلونه ويحرصون أيضا على أن يجدوا شيئا جميلا معه. وهذا العهد بك ومنك يا أخي الكريم. أيضا من الأشياء التي ينبه عليها في هذه المسألة الحرص على الأحكام الشرعية الواردة في السفر من القصر والجمع، وحبذا قراءة كتاب في هذا أو سماع شريط من الأشرطة التي يمكن أن يستفاد منها في مسألة السفر، خاصة في قضية السفر أو القصر والجمع. قبل أن أدخل معكم في فائدة أخرى أيها الإخوة والأخوات، دعوني أتوقف معكم حقيقة في فائدة جميلة، وهي مجموعة من الأبيات الشعرية. يقول بعضهم: دخلنا إلى بيت فنظرنا إلى مجنون في شباك وهو ينشد شعرا، فقلنا له: أحسنت. فأخذ حجرا وبدأ يرميهم به ويقول: ألي مثلي يقال أحسنت؟ ففررنا منه. ثم قال بعد ذلك ذلك المجنون: أقسمت عليكم إلا ما رجعتم حتى أنشدكم، فإن أنا أحسنت فقولوا أحسنت، وإن أنا أسأت فقولوا أسأت. فرجعنا إليه فأنشد يقول: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم، وحملوها وسارت بالدمى الإبل، وقلبت بخلال السجف ناظرها، يرنو إلي ودمع العين ينهمل، وودعت ببنان زانه عنم، ناديت لا حملت رجلاك يا جمل، يا حادي العيس
عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل، إني على العهد لم أنقض مودتهم، يا ليت شعري لطول البعد ما فعلوا. فقال أحد الحاضرين ماتوا، فقال والله وأنا أموت. ثم سمعوه بعد ذلك يقول: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس مشتغل، شبكت عشري على رأسي وقلت له: يا راهب الدير، هل مرت بك الإبل؟ فحن لي وبكى، بل رق لي ورثى وقال لي: يا فتى ضاقت بك الحيل، إن الخيام التي قد جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا والآن قد رحلوا. ولذلك أحد الأشياء التي فعلا تمنع الإنسان أحيانا من الذهاب إلى السفر هو مسألة الوداع وصعوبته على الإنسان. ولهذا من الأشياء الرائعة الحقيقة التي ذكرت في كتب الأدب، وهي قصيدة جميلة لا تخفى على الإخوة والأخوات، ولعلي فعلا أعطيكم هذه القصيدة الرائعة. وهذه القصيدة أيها الإخوة هي قصيدة علي بن زريق البغدادي، وكنيته أبو الحسن، وهذا شاعر مقل، وكانت له ابنة عم يحبها وهي زوجته وتحبه أيضا أشد الحب، وكان يقيمان في بغداد، فاضطر لفقره وقلة ذات يده إلى الارتحال عنها، وذهب إلى الأندلس طلبا للرزق وسعة العيش. فذهب إلى رجل هناك في الأندلس وقال له: أبا الخير عبد الرحمن الأندلسي، ومدحه بقصيدة بليغة، فلم يعطه إلا عطاء قليلا، فاغتم الرجل ومرض. ولما سأل عنه عبد الرحمن بعد أيام ذهبوا يتفقدونه في المكان الذي كان يسكن فيه، فوجدوه ميتا وتحت رأسه القصيدة المشهورة: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن لا يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به، من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه، فهو مضنى القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضلعت بخطوب البين أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم إلى سفر بالرغم يزمعه، إلى غير ذلك الحقيقة من الأبيات الجميلة التي وصلت إلى 33 بيتا. ولهذا قال في آخر بيت: وإن يدم أبدا هذا الفراق لنا، فما الذي بقضاء الله نصنعه. فأحيانا الوداع فعلا له أثر كبير على الناس، قد يمنعهم من السفر. والعجيب العجيب أن كلمة الوداع وداع إن قلبتها كان فيها فعل، فاقلب كلمة الوداع، اقلبها الآن في ذهنك، انطق بها أيضا، ستجد أن فيها فعل. فالوداع فيها عود أيضا وعادة ورجوع وإياب، فكل مسافر بإذن الله تعالى يرجع إلى أهله. وقفت يوم النوى منهم على بعدي، ولم أودعهم مجدا وإشفاقا، إني خشيت على الأضعان من نفسي ومن دموعي إحراقا وإغراقا. إذن هذه من الأشياء التي تجعل الإنسان أحيانا قد يحجم فعلا عن السفر ويتوقف عنه. في هذه المادة أيها الإخوة سنذكر جملة إن شاء الله من الغازي والأفكار وغيرها التي يكون فيها نوع من الأنس والفائدة للجميع. هناك فائدة جميلة لا تخفى عليكم أذكركم بها، وهي أنواع الخط العربي. فالخط أقسام، هو الثلث والنسخ والرقعة والديواني والكوفي والتعليق والإجازة والتاج والريحاني. ومن العجيب أيها الإخوة أن هناك رجل اسمه فلان اليساري، هو رجل تركي ولد مشلول اليد اليسرى، مشلول واليد اليمنى ترتعش، فجاء إلى أحد الخطاطين في تركيا وقال: أريد أن أتعلم على يديك الخط. فقال: كيف تتعلم الخط؟ يد مشلولة والأخرى ترتعش. فقال له: علمني. فرفض ذلك الرجل، فذهب إلى عالم آخر فعلمه الخط، وأصبح من أعجب الخطاطين في تركيا، حتى عملوا له حفلا كبيرا في تركيا. وجاء المعلم الذي رفض تعليمه في البداية وقال في الحفل: هذا شرف ضيعناه. والعجيب أن هذا الرجل نحيل وضعيف البنية، حتى أنهم إذا أرادوا أن ينتقلوا به من مكان إلى مكان وضعوه في مكتل، وضعوه على ظهوره مساروا به من نحفه. ولكن كما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد.
فما أجمل أن تكون لدينا فعلا همة عظيمة نستطيع من خلالها أن نملأ حياتنا بأعمال نافعة غير ضارة لنا في هذه الحياة. من القصص التي قرأتها وهي جميلة، يقولون: جلس أعمى وبصير يأكلان في ليلة مظلمة تمرا، فقال الأعمى: أنا لا أرى، ولكن لعن الله من يأكل ثنتين ثنتين. يعني لديهم تمر ويخاف الأعمى أن يأكل هذا ثلاث أربع فيزيل عليه، وعندما انتهى التمر أصبح نوى الأعمى، النوى التي في داخل التمرة أصبحت نوى الأعمى أكثر من نوى البصير. فقال البصير متعجبا: كيف يكون نواك أكثر من نوايا؟ فقال الأعمى: لأني كنت آكل ثلاثا ثلاثا. فقال البصير: أما قلت لعن الله من يأكل ثنتين ثنتين؟ قال: بلى، ولكن لم أقل ثلاثا. هذا الأعمى يعني رجل ذكي. ولهذا بعضهم في السفر، يعني تجد بعض الأبناء معك في السيارة، ينزل هو ويشتري أشياء دون أن يعلم بقية إخوانه، فيأكل هو شيئا لا يأكلونه هم، أو غير ذلك أيضا من الأشياء. دخل اللصوص على دار رجل يقال له أبو سعيد، فأخذوا كل ما فيها، فلما خرجوا تبعهم، لحق بهم وهو يحمل بعض ما تركوه، فقال له مخوفين: إلى أين يا رجل وما تريد؟ قال: لم تبقوا لي في داري شيئا، فخرجت وراءكم لأقيم بداركم. فضحكوا منه، ردوا عليه متاعه. هذا من باب أيها الإخوة إدخال السرور عليكم. سأسألكم الآن سؤالا أريدكم أن تقفوا معه، وأرجو بعد السؤال أن تغلقوا الجهاز ثم تجاوبوا، وسأعطيكم الإجابة مباشرة. سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك، فقال: ما جمع هذا؟ ما جمع هذا؟ يعني إيش جمع مسواك؟ أنا أسألكم الآن: ما هو جمع مسواك؟ الآن لو سمحتم أغلقوا هذه المادة وتشاوروا فيما بينكم، لكم دقيقة واحدة لعل أحدكم قد جاء بالإجابة. لما سأل الخليفة أو ولده وقال: ما جمع مسواك؟ لم يرد أن يقول له مساويك، لأن مساويك يعني كأنها سيئاتك، جمع سيئة، فقال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك. فانظر إلى هذه العبارة الجميلة. ولهذا الكلمة الطيبة عطر اللسان، كلما كان الإنسان كلامه طيبا لذيذا رائقا رائعا كلما كان محبوبا، لأن الكلمة التي تخرج من النفس وتكون قاسية تقع في قلب صاحبها. أراد مرة أحد الآباء أن يعلم ولده أثر الكلمة القاسية على النفس، فقال له: يا بني، خذ هذه المجموعة من المسامير واذهب وضعها في الجدار. فذهب الصبي وأخذ معه مجموعة من المسامير، ثم ذهب في الجدار وبدأ يطرق المسامير في الجدار حتى امتلأ الجدار بهذه المسامير. ثم قال له أبوه بعد ذلك: أخرج هذه المسامير. فلما أخرجها قال: ماذا تجد؟ قال: بقيت آثار كثيرة في الجدار. شوف أنت لما تطرق مسمار في الجدار ثم تخرجه، أحيانا إذا صار المسمار عمقه كثير في الجدار يخرج معه هنا أحيانا أشياء من الجدار من الإسمنت والبلوك وغيره. فقال: يا بني، ماذا وجد؟ قال: بقيت آثار كثيرة. قال: وكذلك الكلمة، إذا خرجت من لسانك وقعت في قلب الإنسان وبقيت عليه أثرا. ولهذا إذا خرجت منك مثل هذه الكلمة حاول أن تداويها بكلمات طيبة، بثناء، بمدح، بتشجيع، بهدية، بتحفيز، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به رأى ثورا يخرج من جحر صغير ثم يريد أن يعود إليه فلا يستطيع، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذه الكلمة تخرج من فم الإنسان ثم يريد أن يعيدها فلا يستطيع. ولذا العرب ماذا تقول؟ تقول: الكلمة إن لم تنطق بها فأنت ملكها، فإذا نطقت بها ملكتك، صرت أنت عبدا لها وملكتك هذه الكلمة. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تضيف شيئا من الجو على الإخوة الكرام، خطب أحد الولاة يوما فقال: إن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فعلام تلومونني إذا قصرت في عطاياكم، فبماذا تتوقعون أن يرد عليه؟ ماذا تتوقع أن يرد عليه الناس؟ أرجو أن تبحثوها قليلا ثم تعودوا إلي. لقد رجعتم الآن والإجابة كالتالي: رد أحد الحضور على الوالي فقال: إنا والله لا نلومك على ما في خزائن الله، ولكن نلومك على ما أنزله الله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك.
وحلت بيننا وبينه. تكلم رجل عند الشعبي مرة في مسألة، فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا من قبل، ترى لو كنت مكان هذا الرجل فما الكلام المقنع الذي يمكن أن ترد به على الشعبي، وبماذا تتوقع أن يرد ذلك الرجل عليه؟ الجواب كالتالي: قال الرجل للشعبي: هل كل العلم سمعت؟ قال: لا. قال: فشطره؟ قال: نعم. قال الرجل: اجعل هذا من الشطر الذي لم تسمعه. وكتب رجل كتابا لرجل آخر يسبه فيه ويهجوه، فبماذا تتوقع أن يرد الرجل الآخر حتى يتغلب على صاحبه؟ لعلكم تتأملوا فيها ثم تعودوا إلي بعد مناقشتكم سويا. والجواب: كتب الرجل لصاحبه الآخر: أما بعد، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فأفحمه بهذا الجواب حيث اعتبره نكرة لا يؤبه به. كان الخليفة المعتصم قد وضع في أصبعه خاتما ثمينا، فقال للفتح بن خاقان، وكان حينها صبيا صغيرا: أرأيت يا فتح أحسن من هذا الخاتم؟ لو كنت مكان الفتح ابن خاقان فبماذا ستجيب؟ وماذا تتوقع أن يكون جواب الفتح؟ أدعك تفكر. قال الفتح بن خاقان: نعم يا أمير المؤمنين، اليد التي هو فيها أحسن منه. وهذا ما يسمى أيها الإخوة بسرعة الإجابة والبديهة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتعلم على هذه الخصلة. نجد بعض الناس يتكلم عليه أحيانا ولا يستطيع جوابا ولا ردا، ويفحم في الكلام، ثم بعد ذلك إذا خرج من المجلس وفكر في الأمر أو بعد يوم أو يومين قال: ليتني قلت كذا. ولكن هل تنفع يوما ليت؟ لا تنفع هذه الكلمة. أريدك الآن أن تعبر عن هذه الأشياء، تناقشوا مع بعضكم البعض عن المشاعر التالية، وضع لكل واحد من هذه المشاعر لونا. ما هو لون الفرح؟ ما هو لون الغضب؟ ما هو لون التعجب؟ ما هو لون الرحمة؟ ما هو لون الذل؟ ما هو لون الندم؟ ما هو لون التفاؤل؟ أعطي كل واحدة منها لونا وانظر هل تتفقون على لون واحد، لعله يكون هذا من الاتفاق المحمود بينكم. ثمة أشياء أريد أن أنبه عليه إخواني في قضية السفر، فهم الأشياء المهمة والمعلومات التي ينبغي أن يستفيد منها الإنسان. أولا، من الإرشادات في السفر: تأكد من صلاحية جواز سفرك وكذلك جوازات سفر كافة مرافقيك، وتأكد بأن بعض الدول لا تقبل الجواز الذي يتبقى عليه بضعة أشهر كأربعة أشهر، وهي أحد الدول الآسيوية في هذه الفترة. الدول التي ستسافر إليها استفسر عنها: كم تسمح بإدخال العملة؟ ساعة وصولك إليها؟ حالة الجو؟ انظر لتأشيرة الزيارة، وهل هذه التأشيرة تكون قبل، يعني وأنت في بلدك أو في أثناء ذهابك في بعض البلدان الإسلامية، أو تدفع مبلغا؟ لا تسافر إلى الدول التي تعاني من انتشار بعض الأمراض كالملاريا والتهاب الكبد الوبائي والحمى الصفراء الكوليرا إلى غير ذلك، واستشر طبيبكم قبل السفر. ولا تسافر إلى أي دولة تمر بظروف سياسية غير طبيعية، حتى وإن كانت مشاكل قديمة أو خامدة، أو تمر بمراحل وقف إطلاق نار أو حوادث خطف سياح أو إضرابات عمالية أو حكومات انتقالية أو انتخابات أو صراعات دينية أو قبلية أو عرقية أو جماعات عنصرية أو ترتفع فيها معدلات الجريمة. أيضا انتبه إلى بعض الدول التي تضع عراقيل أمام بعض الجنسيات، لأنه قد تكون معكم أحيانا عاملة لكن لا تقبل في تلك البلاد إلا بعد تعب. احتط أيضا لأولادك في مسألة المقاعد والوجبات وغيرها. وعند تحويلك للعملة حاول أن تستخدم البطاقات والشيكات السياحية ما أمكنك، حتى لا تعرض أموالك للسرقة أو الضياع. وتجنب استعمال العملات القديمة أو الممزقة، لأن هناك دول ترفض التعامل مثل هذا الأمر. هل لديك مشاكل صحية؟ إذا كنت تعاني من مشاكل صحية تنتابك بشكل مفاجئ، احتفظ برسالة تشخيص في جيبك حتى يعود إليها الطبيب عندما يكشف عليك. أيضا حقيبة الإسعافات الأولية مهمة جدا في السفر، حقيبة صغيرة تتضمن ضمادات وأربطة ومطهرات وأدوية للجروح وكيس جل أيضا لارتفاع درجات الحرارة ومرهم وقطرات مضادة لاحتقان الأنف وميزان لقياس الحرارة إلى غير ذلك. ملابس السفر من المهم أن تعتني بها، فجهز ملابسك للسفر قبل الرحلة بفترة كافية. واحرص دائما في الأسفار على اختيار الثياب المريحة والمناسبة للطقس، مع التنبيه أيها الإخوة ألا تتنافى مع ديننا وعاداتنا.
أيضا من الأشياء، ادفع التزاماتك المالية، فواتير الكهرباء والماء، حتى إذا عدت إلى بلدك تعود وأنت وبيتك لا يزال محافظا على خدماته. تصفية مطبخ المنزل، المواد الغذائية مثلا، لا تزود المطبخ بأي مواد غذائية قبل فترة السفر بمدة كافية إلا في حدود استخدامك للفترة المتبقية من اللحوم والخضروات والفواكه والمعلبات وغيرها، وقم بإزالة مخلفات الطعام والنفايات قبل موعد السفر بيوم واحد على الأقل. أجهزة المطبخ، افصل التيار الكهربائي عنها مثل الميكروويف وغلاية الماء والسخان وغسالة الصحون، ونشفها وضعها داخل الخزانة. الثلاجة، نظفها تماما، افصل عنها التيار الكهربائي حتى يذوب ما بها من ثلج. أغلق بإحكام اسطوانة الغاز ونوافذ المطبخ والحمامات. أما سيارتك الخاصة فأين تتركها؟ اتركها دائما في، إذا كان لديك موقف للسيارة في داخل البيت فضعها فيه، وإلا ضعها في مكان مضاء بالأنوار طوال ساعات الليل وخاضع الحراسة، أو في مكان مزدحم بالناس أو قريب من مركز شرطة حتى تحمي سيارتك من السرقة، وإلا قد يأتي إنسان لا يخاف الله ويبتليك في سيارتك. من الأشياء الحقيقة التي أعجبتني هي، وهذا وقت مستقطع نقف معه، للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، فإنه حكى حكاية جميلة له في رحلة من الرحلات. يقول الشيخ علي الطنطاوي، تحدث عن رحلة له في الحج، يقول حج سنة 1381 ونزل في فندق في مكة، وكان هناك خادم في الفندق هو رجل من بلاد النوبة. يقول كان هذا الرجل خفيف الروح ضاحك الوجه يستل منك الغضب استلالا. حدث للشيخ علي معه يعني شيء جميل، يقول إذا أمرت هذا الخادم بشيء يقول لك حاضر دقيقة واحدة ثم أتيك به، فتمر الدقيقة والساعة واليوم ولا يحضر لك شيئاً البتة. وتارة يقول الشيخ علي أقول له أعطني الشيء الفلان، فيقول له الخادم اعتبر المسألة منتهية وتنتهي حقاً، ولكن كما تنتهي حياة الأحياء بالموت، فلا يأتي بهذه الحاجة أبداً. اجتمع مرة عند الشيخ علي الطنطاوي مجموعة من إخوانه وأراد أن يخبرهم بخبر هذا الخادم، وكان في الفندق. فلما جاء الخادم قال له الشيخ علي الطنطاوي يا محمد أحضر لنا فيلا بخرطوم طويل. فقال حاضر دقيقة واحدة. فقلت له يا محمد ما هو الحاضر؟ ما الذي طلبته منك؟ فوقف ولم يحاول أن يفهمه. قلت له يا محمد المطلوب فيل بخرطوم طويل. فعدها نكتة وضحك منها وقال كلاما أرغمني على الضحك. يقول فضع عتبي عليه في وسط ضحكي منهم. فعلا بعض الناس يعني تعطيه شيء وهو لا يدري ما الذي طلبته منه، ولذلك لا يوفيه حقه. حتى أن بعض الآباء يحكى في القصص أنه أمر ولده بأن يشتري له حبل طوله كذا، فرجع الولد من نصف الطريق وقال يا أبي عرفت طوله لكن في عرض كم؟ كم عرض الحبل؟ فقال في عرض مصيبتي فيك يا ولدي. الشيخ علي الطنطاوي أيضا ذكر شيء جميل، يقول ذهب مرة إلى كراتشي، فلما وصل إلى كراتشي وعرف أنه رجل عربي يتكلم العربية دعوا شخصا. يقول الشيخ علي لما دعوا ذلك الشخص ظننت أنه سيبويه يعني يتكلم باللغة العربية، فلما جاء ذلك الرجل عانق الشيخ علي فشم منه رائحة التنبول كما يقول هو، فأزعجه ذلك التقبيل والعناق. ثم بدأ الحوار بين الشيخ علي وبين هذا الرجل، فقال الرجل للشيخ علي الطنطاوي ما اسمي؟ قلت لا أدري ما اسمك. قال لا لا اسمي أنت. قلت اسمي أنا علي. قال اسم أبي. قلت عدنا إلى ما نجونا منه، ما الذي يدريني اسم أبيك؟ قال أبي أنت أبي أنت. قلت الله يخرب بيتك أنا أبوك؟ قال لا اسم أبي أنت اسم أبي أنت. ففهمت أنه يريد اسم أبي أنا، ولكنه أخطأ في الضمائر، وأكثر أخطائنا من علل الضمائر والله المستعان. إذن نحتاج فعلا عندما نتحدث مع الناس نتحدث معهم بلغة عربية يعني صافية ومفيدة، بدون هذا الكلام الذي يعني يحصل للأسف منا في تعاملنا مع الخدم أو غيرهم. ثمة فائدة أيها الإخوة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبذا أن نحفظ هذا الحديث وأن نردده بين فترة وأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة،
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. وتلاحظون في هذا الحديث ذكر قضية الاستغفار والعودة إلى الله والإنابة إليه، والاستغفار أيها الإخوة حرص عليه يعني القرآن والسنة أيما حرص. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني من استغفر يغفر الله له الذنوب، وبسبب الاستغفار تنزل الأمطار ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، وفي الآية الأخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم ويمتعكم متاعا حسنا ويدفع الله عز وجل به البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار سبب لنزول الرحمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولهذا كان لقمان رضي الله عنه يقول يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائله. وعائشه تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فاستغفروا الله وتوبوا اليه. قال قتاده ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم، فاما داؤكم فالذنوب واما دواؤكم فالاستغفار. قال ابو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار احب من الاستغفار. قال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة. والاستغفار يستحب في كل وقت، وخاصة عند فعل الذنوب، ويستحب بعد الأعمال الصالحة كالاستغفار بعد الصلاة ونحو ذلك، ويستحب أيضا في الأسحار، وله صيغ كثيرة منها ما ذكرت لكم قبل قليل، اللهم أنت ربي إلى آخر الحديث، أو اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو أستغفر الله، أو رب اغفر لي، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل هذا لا شك مفيد ونافع في مسألة الاستغفار. فحبذا في أسفارنا أيها الإخوة والأخوات أن نكثر فعلا من هذا الأمر حتى يرحمنا الله عز وجل ويغفر لنا. من الأشياء أيضا التي ينبه عليها، وهي الحقيقة وجدتها في أحد الكتب وأعجبتني فأحببت أن أنقلها لإخواني وأخواتي، وهي مسألة يوسف أفندي. يوسف أفندي، تعرفون أن إحدى الثمار الموجودة في السوق تسمى يوسف أفندي، فما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ هناك كتاب بعنوان البعثات العلمية في عهد محمد علي الأمير عمر طوسون، وفي هذا الكتاب ذكر فيه ما يلي: يوسف أفندي الأرمني أرسل إلى فرنسا لتلقي علم الفلاحة، وكان يتلقاها في بلدة روفل، وكان راتبه الشهري 500 قرش. قام من فرنسا في أوائل سنة 1832، وترقى فيما بعد إلى ناظر مدرسة الزراعة، ثم ناظر بساتين محمد علي وأنجالي. وباسمه سميت الفاكهة المعروفة بيوسف أفندي لأنه هو الذي أوجدها بمصر. هذا شيء عجيب، فهذه فائدة جميلة يمكن الإنسان فعلا أن يستفيد منها. من الأشياء أيضا الرائعة التي وقفت عليها في كتاب يقال له القلائد من جمع مصطفى السباعي، هو كتاب فيه كثير من الفوائد التي يعني يقرأها الإنسان ويستفيد منها، فذكر فوائد كثيرة، لكن دعوني أذكر لكم فائدة ذكرها القرطبي رحمه الله ونقلها هو عنه. قال أكرم في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقول: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. انظروا لصبرهم في طلب العلم. قال: اسم هذا الرجل هو ضمرة بن حبيب الذي قال الله عز وجل فيه هذه الأشياء، أو من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية. من الأشياء أيضا التي أعجبتني قصيدة الحقيقة لرجل شاعر فحل. هذا الرجل هو القاسم بن علي ابن محمد بن غانم الذروي الحسيني العلوي، سجن في عهد الدولة الرسولية في اليمن، ثم بعد ذلك ألقى قصيدة جميلة، لأن الرجل الذي سجنه أقسم ألا يخرج هذا الإنسان من السجن حتى ينشعب جبل في اليمن، فألقى قصيدة جميلة في داخل السجن، لعلي آخذ لكم منها هذه الأبيات: من لصب هاجه نشر الصبا، لم يزده البين إلا نصبا، وأسير كلما لاح له بارق القبلة من صبيا صبا،
ولطرف أرق إنسانه دون من يشتاقه قد حجب. لم يزل يشتاق نخلان وإن قدم العهد ويهوي الطنب. ما جرى ذكر المغاني في ربا ضبرات الشط إلا انتحب. يا أخلائي بصبيا واللوى وأحبابي بتيا كربا، هل لنا نحوكم من عودة ونرى سدركم والكثبا؟ فلكم حاولت قلبي جاهدا يتسلى عن هواكم فأبى. فاذكروا صبا بكم ذا لوعة بان عنكم كارها مغتصبا، فإذا عن له ذكراكم في عيصار الشباب انتحبا. وإذا ما سجعت قمرية صاح من فرط الأسى وحربا. هائم القلب كئيب دنف لم ير السلوان عنكم مذهبا. ونرى الحي الذي كنا وهم جيرة بالشام، أيام الصبا ليت شعري بعدنا هل طنبوا بربا نخلان. بعدي طنبا أو تناءت دارهم عن دارنا أو سبتهم بعدنا أيدي سبا. وهي قصيدة الحقيقة جميلة، تقع في قرابة 58 بيتا. وختمها بقوله: وينال المرتجى من ربه في أعاديه الذي قد طلب. وصلاة الله تغشى دائما أحمد المختار، ما هب الصبا أحمد المختار محمود النبأ، مرق السبع السما والحجب. وهي من القصائد الرائعة التي يعني يستفيد منها الإنسان، ويمكن أن تحفظ أيضا ويكون لها وقع في نفس الإنسان الحافظ. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أنه يعني ذكرت أبياتا كثيرة، والشعر جميله جميل وقبيحه قبيح. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في مجلسه، وسمع كعب وحسان وعبد الله بن رواحة. ووجدت مرة أبياتا جميلة في مدح الشعراء أو في وصف الشعراء، فقالوا: الشعراء فعلمنا أربعة، فشاعر لا يرتجى لمنفعة، وشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. فبعض الشعراء فعلا إذا ألقى بعض القصائد ليس لها يعني من الجمال والرقة إلا يعني شيء يسير، أو لا يكون فيها شيء. ولهذا سأذكر لكم بيتا هو لغز، فحاول أن تجيبوا عليه. اسم الذي أعشقه أوله في ناظره، إن فاتني أوله فإن لي في آخره. ما اسم هذا الشخص الذي ذكره هذا الإنسان؟ قال: اسم الذي أعشقه أوله في ناظره، إن فاتني أوله فإن لي في آخره. الاسم تكون من ثلاثة حروف، حاول أن ترجع إلى اسم الملقي لهذا الشريط ولعلكم تعرفوه. هذا فقط من باب يعني توصيل المعلومة بسرعة. أيضا من الأشياء من الألغاز التي ليتكم تتأملوا فيها: يصنعني صانع وصانعي لا يستعملني، ومن يستعملني لا يراني، فما هو هذا الشيء؟ لغز آخر. والجواب على اللغز السابق هو التابوت. اللغز الذي يليه ولعلكم تتناقشوا فيه: يكتب بحرفين ويقرأ بخمسة، تناقشوا. والجواب: ياسين، فهو يكتب يا وسين ويقرأ ياسين. شيء ليس له وزن ولا يستطيع أن يحمله ألف رجل، ما هو هذا الشيء؟ والجواب: الظل. رسول ليس من الجن ولا الإنس ولا من الملائكة، فماذا تتوقعون؟ والجواب هو هدهد سليمان. أيضا من الأشياء شكل هندسي ليس له أول ولا آخر، ما هي أسرع إجابة؟ والجواب: الدائرة. السؤال الذي لا يمكن لأحد أن يجيب عليه بكلمة نعم، ما هو هذا السؤال؟ هو: هل أنت نائم؟ ما الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ والجواب: النصف الآخر. ما الشيء الذي إذا لمسته صاح؟ والجواب: الجرس. كلمة تتكون من سبعة أحرف، إذا حذفت منها حرفا أصبحت ثمانية، وهي عثمانية. ما الشيء الذي إذا شرب مات؟ ما هو؟ والجواب: النار. شيء يكون أمام كل إنسان ولا يراه، والجواب: المستقبل. والآن سأعطيكم سؤالا فيه نوع من الصعوبة. حروف هجائية تقرأ من الأول للآخر وبالعكس، وهي ثلاثة حروف، فما هي؟ فكروا فيها والإجابة تنتظركم. الجواب: الميم والنون والواو. الميم والنون والواو، ستجد فيها فوائد أو هذه جوابا لهذه الفائدة.
ثمة حقيقة عبارة استوقفتني في ترجمة شخص وهو أحمد أمين، كتب ترجمة لحياته ثم قال في آخر الترجمة، يقول: أشعر في بعض اللحظات بعاطفة دينية تملأ نفسي ويهتز لها قلبي، وأكبر ما يتجلى هذا عند شهود المناظر الطبيعية الرائعة كالمزارع الواسعة والأشجار اليانعة والنجوم اللامعة وطلوع الشمس وغروبها والبحار وأمواجها والطيور وتغريدها، فأشعر إذاك بميل إلى احتضانها وأود لو جلست في ذلك المكان، إلى آخر كلامه. لكن حقيقة الذي جعلني أحرص فعلاً على نقل هذه العبارة هو أنه في الطريق تمر بكم مواقف، حتى لو كنت تسير في طريق صحراوي تأتي بعض الأماكن الجميلة والرائعة التي لا ينبغي للإنسان أن يفرط في الاستفادة منها وتربية أولاده من خلالها. في مقال جميل في كتاب يسمى الأوابد للدكتور عبد الوهاب عزام، كان له مقالا بعنوان بلال يؤذن، بلال يؤذن، تكلم فيه على بلال وكيف أذانه، ثم نزول بلال بعد ذلك ويقف بباب الحجرة النبوية مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فيقول: فيسفر النهار ويخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سمى كل واحد منهم وطريقة خروجه، علي بن أبي طالب وعثمان والصديق وعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر أبو عبيدة وكيف كان يخرج ويقبل من ناحية الحرة الشرقية، وكيف يأتي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: يأتي بنو الصحابة، فهذا الغلام الطويل الأحمر عبد الله بن عمر، وهذا الغلام الطويل الأبيض المشرب بالصفرة الجسيم الوسيم الصبيح عبد الله بن عباس، وهذا الصبي الذي يشبه أبا بكر عبد الله بن الزبير، يذكر مجيئهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة، فيسوي الرسول الصفوف ويسد الفرج ويكبر فيكبرون، ويذهب هذا التكبير في ضوضاء العالم وجلبته ليرسل رسالة الحق، ويذهب هذا التكبير في الأرجاء طمأنينة للقلوب ورعدة أيضا لقلوب أخرى. ثم اسمعه هو يقرأ هذه الآيات، ثم ذكر جملة من الآيات، قال: ثم قضيت الصلاة وانتشر المصلون، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض، فهذا بلال في جيش المجاهدين غازيا. ينظر عمر إلى بلال، تعرفون عمر ذهب إلى الشام، قال: فينظر عمر إلى بلال يود أن يسمع أذانه ويهاب أن يستمع لمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس لعمر: لو أمرت بلالا أن يؤذن، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فيقترح عمر على بلال الأذان، فينهض الشيخ ابن السبعين تحت أعباء السنين فيدوي في الأرجاء: الله أكبر الله أكبر، تذكروا أذانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكاتب: لقد كان أذان الشام أذان الشام تصديق أذان المدينة، لقد صدق الله وعده، ففتحت الجماعة الصغيرة التي كانت تصلي خلف محمد صلى الله عليه وسلم، فتحت الممالك ودوى أذان المدينة في الآفاق. ولكن انظر إلى عمر، ألا تراه ينشج؟ ألا ترى دموعه تبل لحيته؟ ألا ترى القوم في بكاء ونحيب؟ فما أبكاهم، لقد نصرهم الله ومكن لهم في الأرض وأغناهم وأعزهم، فما دهاهم وما أبكاهم، يبكون إذ رأوا المؤذن ولم يروا الإمام، فقد مات محمد صلى الله عليه وسلم، يبكون إذ سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظروا فلم يجدوا رسول الله ليتقدم الصفوف، فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في جنات عدن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته، وأنت تستمع أيضا لهذا الكلام وأنت في سفر، فادعو الله عز وجل أن يملأ قلبك حبا لنبيك صلى الله عليه وسلم وأن يرزقك شفاعته. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة جميلة لإبراهيم بن أدهم، فقد مر بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء، بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسوله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه،
وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، فأنى يستجاب لكم؟ ولهذا قال بعضهم في هذا المعنى: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ لكن الله يا أيها الإخوة رحيم بنا، رحيم. من الأشياء التي نسمعها دائما في المجالس يقولون: ما هو صوت الأفعى ونحو ذلك. سأعطيك أصوات حيوانات وغيرها يمكن أن تأتيك في يوم من الأيام فتكون جاهزا لها. أزيز المرجل، المرجل أزيز، أنين المريض، حسيس النار، حفيف الشجر، حنين الناقة، خرير الماء، دوي المطر والنحل، والأذن والرعد. يسمى كل هذه دوي، المطر المطر والنحل والأذن والرعد، رنين القوس، زئير الأسد، شحيح البغل، صرير الباب والقلم والجراد والسرير والنعل، صفير النسر، صليل النصل والسيف، صهيل الفرس، ضغيب الأرنب، طنين الذباب والبعوض والطنبور، عزيف الجن، عويل الباكي، غطيط النائم والحبارة، فحيح الحية. فهذه أصوات يمكن أن تأتيكم يوم من الأيام فكونوا على استعداد معها، ويمكن أن تعيدوا الشريط مرة أخرى لتستمعوا إليها أيضا. دعوني أنتقل معكم مع أحد العلماء الأفاضل، هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. حصلت له هذه القصة التي فيها يعني عبرة وفائدة. يقول أحد هؤلاء الأشخاص وهو صاحب القصة، يقول: كانت لي مع الشيخ قصة، وهي أنني كنت قبل 10 سنوات أعمل حارسا في أحد مصانع البلوك بمدينة الطائف، وجاءتني رسالة من باكستان بأن والدتي في حالة خطرة، ويلزم إجراء عملية لزرع كلية لها، وتكلفة العملية 7000 ريال سعودي، ولم يكن عندي سوى 1000 ريال، ولم أجد من يعطيني مالا، فطلبت من المصنع سلفة فرفضوا، فقالوا لي إن والدتي الآن في حال خطرة، وإذا لم تجرى العملية خلال أسبوع ربما تموت، وحالتها في تدهور، وكنت أبكي طوال اليوم، فهذه أمي التي ربتني وسهرت علي. وأمام هذا الظرف القاسي قررت القفز بأحد المنازل المجاورة للمصنع الساعة 2 ليلا، وبعد قفزي لسور المنزل بلحظات لم أشعر إلا برجال الشرطة يمسكون بي ويرمون بي بسياراتهم، وأظلمت الدنيا بعدها في عيني، يعني هذا سيسجن ولن يأتي بمال لأمه ولا شيء. وفجأة وقبل صلاة الفجر إذا برجال الشرطة يرجعونني لنفس المنزل الذي كنت أنوي سرقة اسطوانات الغاز منه، وأدخلوني للمجلس، ثم انصرف رجال الشرطة، فإذا بأحد الشباب يقدم لي طعاما وقال: كل بسم الله، ولم أصدق ما أنا فيه. وعندما أذن الفجر قالوا لي: توضأ للصلاة، وكنت وقتها بالمجلس خائفا أترقب، فإذا برجل كبير السن يقود أحد الشباب يدخل علي بالمجلس، وكان يرتدي بشتا، وأمسك بيدي وسلم علي قائلا: هل أكلت؟ قلت له: نعم. وأمسك بيدي اليمنى وأخذني معه للمسجد، وصلينا الفجر، وبعدها رأيت الرجل المسن الذي أمسك بيدي يجلس على كرسي بمقدمة المسجد، والتف حوله المصلون وكثير من الطلاب، فأخذ الشيخ يتكلم ويحدث عليهم، ووضعت يدي على رأسي من الخجل والخوف. يا لله، ماذا فعلت؟ سرقت منزل الشيخ بن باز، وكنت أعرفه باسمه، فقد كان مشهورا عندنا بباكستان، وعند فراغ الشيخ من الدرس أخذوني للمنزل مرة أخرى، وأمسك الشيخ بيدي، وتناولنا الإفطار بحضور كثير من الشباب، وأجلسني الشيخ بجواره، وأثناء الأكل قال لي الشيخ: ما اسمك؟ قلت له: مرتضى. قال لي: لما سرقت؟ فأخبرته بالقصة، فقال: حسنا، سنعطيك 9000 ريال. قلت له المطلوب 7000 ريال. قال: الباقي مصروف لك، ولكن لا تعاود السرقة مرة أخرى يا ولدي. فأخذت المال وشكرته ودعوت له، وسافرت لباكستان، وأجرت والدتي العملية وتعافت بحمد الله، وعدت بعد 5 أشهر للسعودية، وتوجهت للرياض أبحث عن الشيخ، وذهبت إليه بمنزله، فعرفته بنفسي وعرفني وسألني عن والدتي، وأعطيته مبلغ 1500 ريال. قال: ما هذا؟ قلت: الباقي. قال: هو لك. قلت للشيخ: لي طلب عندك. فقال: ما هو يا ولدي؟ قلت: أريد أن أعمل عندك خادما أو أي شيء، أرجوك يا شيخ لا ترد طلبي حفظك الله. فقال: حسنا. وبالفعل أصبحت أعمل بمنزل الشيخ حتى وفاته رحمه الله تعالى. سبحان الله.
وقد أخبرني أحد الشباب المقربين من الشيخ عن قصته قائلا: أتعرف أنك عندما قفزت للمنزل كان الشيخ يصلي الليل وسمع صوتا في الحوش وضغط على الجرس الذي يستخدمه الشيخ لإيقاظ أهل بيته للصلوات المفروضة، فاستيقظوا جميعا واستغربوا ذلك، وأخبرهم أنه سمع صوتا فأبلغوا أحد الحراس واتصل على الشرطة وحضروا على الفور. انظروا أيها الإخوة، هذه أخلاق الكبار. الكبار فيهم من الرحمة والعظمة، ولذلك الشخص العظيم هو الشخص الذي تكون عظيما في مجلسه، لأن بعض الناس يكون عظيما فإذا جلست في مجلسه لم يكن لك قيمة، ولكن بعض العظماء إذا جلست في مجلسه كنت عظيما فيقربك ويثني عليك ويذكر اسمك. واستوقفتني عبارة يعني لما قال الأخ الباكستاني أمي، تذكرت عبارة أيضا لشاعر ذكر أبيات جميلة لعلكم سمعتموها، وهي: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجها وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. رأيتم أيها الإخوة، ذهب وأخذ صدرها، أغراه رجل بالمال فذهب، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، في صدر أمه، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، رجع مسرعا حتى يأخذ هذا المال، لكنه من فرط سرعته، وهو مسرع سقط القلب من يديه، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. الله أكبر، الله أكبر. ألا يمكن أن ترسل إذا كانت أمك حية وأبوك حيا رسالة الآن أو اتصالا عليه، أو تقوم بعمل صالح في هذا السفر له؟ إذا كنت ذاهبا للعمرة اشتري بعض الأشياء للفقراء الموجودين هناك، ادعو الله له في الطواف في السعي، ادعو له أنت مسافر الآن إن كان حيا أو ميتا، من كان منهم حيا فحاول أن تبذل كل ما تستطيع لبرهم. وأدعوك لسماع شريط لي بعنوان 40 فكرة لبر والديك، فاستجد فيها إن شاء الله أشياء جميلة ذكرتها من البرامج العملية التي يستفيد الإنسان منها في تعامله مع والديه. الشاعر يقول: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الشاعر الآخر يقول: تزود للذي لا بد منه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت لها برضا الإله، وإن خالفت فالنار. كل باك فسيبكي، كل ناع فسينعى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقص لعمري. والشاعر الآخر يقول، وهي الإخوة الذين يكتبون رسائل لا ترضي الله: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ومالك بن دينار مر بالمقبرة مرة فقال: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكي إذا ما افتخر. والشاعر الآخر يقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، حطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وثمة معلومات أخرى أيها الإخوة في قضية السفر أريد أن أنبه عليها سريعا في ختام هذه المادة. من المهم في السفر أيها الأخ الفاضل أن تعتني بحقيبة سفرك. إذا كنت ستسافر بمفردك في رحلة قصيرة فاختر ذلك النوع من الحقائب الذي يستخدمها طاقم الطائرة لسهولة جرها ولإمكانية وضعها أيضا في الأدراج التي تعلو مقاعد الطائرة. وإذا كنت تسافر مع عائلتك فاشتري حقائبكم من نوع واحد ولون واحد حتى يسهل التعرف عليها. قم بإعداد حقائبك قبل موعد السفر على الأقل بيومين حتى تبتعد عن ذلك التوتر الذي يحصل يوم السفر. أيضا عرف بحقيبتك
فضع عليها شريطا ملونا على الحقيبة من الخارج، واكتب أيضا اسمك وعنوانك وشركة الطيران التي جئت منها. من المهم أيضا أن يعتنى بوزن الحقيبة، فلكل شركة طيران سياسة خاصة بالوزن، واليوم أصبح الوزن قرابة 32 كيلو هو المسموح به عالميا. ومن الأشياء أيضا أن ترتب محتويات حقيبتك، فرتب ملابسك ومتعلقاتك الشخصية بطريقة منظمة وبشكل يجعل الأشياء مرتبطة ببعضها ليسهل عثورك عليها. يمكنك وضع المناشف والملابس الخاصة بك حول زجاجة العطور، اعزل الأشياء التي تحتوي في مكوناتها سوائل كالشامبو والكريمات ومعجون الأسنان، وضعها في كيس بلاستيك وأغلقه بإحكام بعيدا عن الملابس، رتب الأحذية في كيس من القماش أو البلاستيك وهكذا. أيضا أجهزة كهربائية، تأكد أنك تحمل معك أجهزة ذات نظام كهربائي يتوافق مع البلد الذي ستذهب إليه. يعني عندما تأخذ مكواة بحجم 110 وهي 220 أو العكس، فعندئذ قد تقع في حرج كبير. أيضا لا تنسى أن تأخذ معك مصحف تلاوة وكتيبا صغيرا لأدعية الصباح والمساء والأذكار، ساعة منبهة، أدوات نظافة، ملابس نوم، محارم ورقية، تحويلات كهرباء، عدسات لاصقة احتياطا لمن يستخدمها، بعض الأدوية للمغص والغثيان والإسهال ونحو ذلك، نظارة شمسية ونظارة طبية احتياطية، أوراقا وقلم مع بعض الكتب والمجلات. نحتاج أحيانا إلى علكة لتخفيف الضغط على الأذنين أثناء الإقلاع والهبوط. أيضا خريطة البلد وكتب سياحية تحتاجها أيضا للتعرف على ذلك البلد. في يوم السفر خاصة في ليلة السفر حاول أن تحصل على قدر كاف من النوم ليلة السفر، وقبل ذهابك المطار وقبل أن تغادر منزلك اتصل هاتفيا باستعلامة المطار حتى تتعرف على رحلتك وهل هي في موعدها أو لا. اذهب إلى المطار أيضا بوقت كاف، واجعل أولادك يلبسون ملابس وأحذية مريحة، وتأكد من وجود الوثائق والأوراق المهمة كجواز السفر وتذكرة السفر والنقود والشيكات السياحية والمفاتيح ونحو ذلك. وانتبه لأولادك في السفر، كن مع أطفالك طوال الوقت وعلمهم كيف يتصرفون إذا ضاعوا، واستخدم عربة لطفلك من نوع خفيف سهل الطي وأنت على متن الطائرة حتى لا تحرج في مسألة إنزالها إلى الشحن. دورات المياه أيضا لا تسمح لأطفالك بالذهاب إلى دورات المياه، وفي المطارات لصوص فاحذرهم لأن لديهم أساليب كثيرة للتحايل والكذب وخفة اليد. أيضا بالنسبة للمقاعد، حاول أن تختار مقاعد قريبة من بعض أولا، وتكون كلما كانت قريبة من دورات المياه كلما كان يعني حسن، ليس بالضرورة أن تكون بجوارها لكن قريبة منها، حتى لو أراد أحد الأبناء أن يذهب لذلك المكان فلا بأس. أيضا من المهم أن تجعل لأطفالك شيئا ينشغلون به مثل الألعاب المسلية أو المجلات أو القصص أو الأوراق الملونة أو ألعاب ذكاء أو سيارات صغيرة أو نحو ذلك. وانتبه لتلفزيون الطائرة، فإن في تلفزيون الطائرة بعض الأفلام والمسلسلات الغير لائقة، فلا ينبغي أيضا أن تؤخذ مثل هذه الأشياء أو تتابع من قبل العائلة. في مطار الوصول إذا بحثت عن أمتعتك ولم تجدها فلا تقلق، لأن شركات الطيران توفر هذه الشحن أو توفر هذا المتاع بعد وصولك حتى إلى الفندق، بعد أن تضع المعلومات الكافية لديهم من رقم هاتفك ونحو ذلك. حاول أن تختار في السكن الذي ستسكنه في البلاد التي تسافر إليها، أولا اختر غرفتك في الفندق بالقرب من غرف أفراد أسرتك، وقبل دخولك للغرفة اطلب صندوقا للأمانات تضع فيه الجواز والتذاكر والنقود، وعلم أبنائك ولك أيضا أنت إذا دق أحدهم باب غرفتك فلا تفتح له حتى تتأكد من هوية الطارق باستخدام العين المثبتة على الباب. اطلب أيضا بطاقة تعريف بعنوان الفندق حتى إذا ضاع أحدهم فإنه يستطيع الرجوع إلى الفندق. قبل إجرائك لأي مكالمة دولية من غرفتك اسأل موظف الاستقبال عن سعر هذه المكالمات وقارنها بين هذا الفندق وبين مكان آخر. خذ فكرة من موظف الاستقبال بالفندق عن تعرفة سيارات الأجرة، وعندما تخرج من الفندق حاول أن تسأل عن ساعات العمل الرسمية في المحلات وأيام العطلات الأسبوعية ومواعيد التسوق إلى غير ذلك، وتجنب السير في الشوارع المنعزلة والضيقة ومواقف السيارات المظلمة والمناطق المشبوهة لأنك لا تعرف ذلك البلد. وخذ معك نقود على قدر الحاجة، ولا تأكل شيئا أو تشرب شيء إلا بعد معرفة ثمنه، فقد تشرب كأسا من الماء فتجد أن سعره خياليا. وتأكد أيضا من خلو مأكولاتك من مشتقات الخنزير أو الكحول أو المذبوح على غير الطريقة الإسلامية. وأيضا انتبه لمسألة يقع فيها كثير من الإخوة، مسألة الإكراميات أو البخشيش، لأن بعض البلدان ترى أن الإكرامية إهانة
فلا تبادر بتقديم إكرامية أو أي مبلغ من المال حتى لا يفهم أنها إهانة وتصغير له بمجرد دخولك لسيارة الأجرة. اقرأ المعلومات المكتوبة عن السائق والتي تثبت عادة على ظهر مقعده، واحتفظ في ذاكرتك باسمه ورقم هويته. قد تحتاج لهذه المعلومات، قد تنسى كتاب، قد تنسى شيء من أغراض شنطة لأحد أبنائك ونحو ذلك. استئجارك سيارة أثناء الرحلة يضمن لك الاستكشاف والمتعة والتنقل بحرية خاصة إذا كنت برفقة عائلتك، إلا أنه يحتاج إلى الانتباه أنك تقود في بلد غريب وقد تظل الطريق وتتجه إلى أماكن خطرة. لذلك اجلب معك دائما هاتفك المحمول، ويمكن أن تستخدم البرامج التي مثل الجارمن وغيرها التي تستطيع أن تتنقل بها أو الموجودة في جوالك أيضا. وأخيرا يا أخي الكريم، أنت سفير لبلدك، فتذكر أنك في السفر سفير لبلدك، فلا تجعل الأغراب يأخذون عنك وعن بلدك انطباعا إلا انطباعا جيدا. مع الأسف بعض الشباب يعمل قصات غريبة لشعره وللحيته، وبعض يصبغ شعره جريا وراء الموضة ويرتدي ملابس تحمل شعارات غير لائقة وقد لا يعرف معناها. هناك نساء ينزعن الحجاب بمجرد ركوب الطائرة، وقد يلبسن ثيابا تنافي ديننا وعاداتنا، وكل هذا لا يليق أيها الإخوة والأخوات، بل ينبغي الإنسان أن يكون مسلما في كل شيء وفي كل لحظة من لحظات حياته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، لم يقل في بيتك، إنما قال حيثما كنت. بل ينبغي أن ينتقي الإنسان نفسه في بيته وفي خارج بيته أيضا، وفي بلده وفي خارج بلده. خذوا هذه البيتين الجميلين. هذا حداد يمدح زوجته ويتحبب إليها فيقول مطارق الشوق في قلبي لها أثر، يطرقن سندان قلب حشوه الفكر، ونار كير الهوى في الجسم موقدة، ومبرد الشوق ما يبقي ولا يذر. واستوقفتني مرة فائدة جميلة. أصعب لغة في العالم هي لغة إحدى قبائل الهنود الحمر في براري أمريكا الجنوبية، فإذا أراد أحدهم أن يقول لك 18 قال شو صوج إيميك ماكنلا وكيمينيك أنت نتلا، هذه كلها يعني 18 ومعنى ذلك يعني إيش ترجمتها؟ خذ يدي الاثنتين يعني 10 وزد عليهما رجلا من رجلي وزد على ذلك 3. انظروا. وإذا أراد أحدهم أن يقول زبدة ماذا يقول؟ وتكايا مامن كو كانجيو كيتو ماكن، هذه زبدة 4 حروف، وعندهم وتكايا مامن كو كانجيو كيتو ماكن، هذا فقط الزبدة، فلكن ليس فيها زبدة، والله المستعان. سئل حكيم ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قال فما الذل؟ قال وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. تعرفون أصابعكم فيها إصبع إبهام وخنصر وبنصر ووسطى، صحيح؟ دعوني أعطيكم إياها في أبيات شعرية. قل أول الأصابع الإبهام، وبعدها الإبهام هذه الكبيرة طبعا، وبعدها سبابة تقام، وبعدها الوسطى يليها البنصر، وبعدها الصغرى أخيرا خنصر، وبين إبهام وصغرى شبر، وما إلى سبابة ففتر. يمكن أن تعاودوها مرة أخرى وتعرفوا هذه الأشياء وهذه الأسماء. أيضا من الفوائد أيها الإخوة المثنيات، يقولان الشمسان يراد بها كوكب المشتري والزهري، الشيخان أبو بكر وعمر، الصحيحان البخاري ومسلم، الضرتان حجراء الرحى، الطرفان اللسان والفرج، العشاءان المغرب والعتمة، العصران الصبح والمساء، الفرقدان نجمان قريبان من القطب الشمالي، الكريمان الحج والجهاد، المرتان الشر والأمر العظيم، وهكذا من المثنيات المعروفة عند الناس. اشترى بعضهم لحما فطبخه وأكله حتى لم يبق في يده إلا عظمة، وعيون أولاده ترمقه، فقال لا أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال الأكبر أمشها يا أبتي وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلة، قال لست أنت صاحبها. قال الأوسط ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين، فقال لست صاحبها. فقال الأصغر يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا، قال أنت صاحبها وهي لك،
زادك الله معرفة وحزما، زادك الله معرفة وحزما. من الأبيات الحقيقة التي استوقفتني أيضا والقصص قصة معن بن زائدة، هو رجل كريم وكان من أجود العرب وأكثرهم حلما، وقد ولي إمارة العراق، فقدم إليه أعرابي يمتحنه، فقال الأعرابي بعد أن وقف بين يدي معن بن زائدة: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: سبحانه وتعالى. قال: فلست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير. قل: لن أسلم عليك مثل تسليم الأمراء. قال: يا أخ العرب السلام سنة. قال: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال: يا أخ العرب إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن رحلت فمصحوبا بالسلام. قال: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. قال: 1000 دينار يستعين بها على سفره، فأخذها وقال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالشيء الكثير. قال: أعطوه 1000 أخرى، فأخذها وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير. فقال: أعطوه 1000 أخرى. فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، ما جئت إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. قال: معا يا غلام، كم أعطيته على نظمه؟ قال: 3000 دينار. فقال: أعطه على نثره مثلها. فأخذها ومضى في سبيله شاكرا. ولا شك إن هذا شيء جميل، وهذا من الوفاء بالعهد، وهذا من الكرم. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقال آخر: فلا تعد عدة إلا وفيت بها، ولا تكونن خلافا لما تعدي. وقال آخر: فرع الوفاء للناس تحظى عندهم بجميل ذكر لا تنال مطالبه. دعوني أتوقف معكم الآن وقفة بسيطة، ولعلكم تجلسون بعد ذلك لمناقشتها في طريقكم، وأختم لكم إن شاء الله بهذا الأمر. وهذه مجموعة من الألغاز التي أريد منكم فعلا أن تفكروا فيها وأن تتأملوا، ولعلكم بعد سماع أول لغز تبدأون بنقاشه ثم اللغز الثاني وهكذا. من هو الشخص الذي يتمنى أن يكون لكل رجل رأسان؟ اللغز الثاني: لدينا 4 برتقالات و3 أشخاص، فكيف نقسمها عليهم بشرط لا نقطعها ولا يأخذ أحد أكثر من الثاني؟ اللغز الثالث: فاكهتان نقرأ اسميهما من اليمين أو من الشمال، فما هما؟ خفيف أخف من الريشة ولكن لا تستطيع مسكه أكثر من 5 دقائق، فما هو؟ إذا أصبتهما 2 وإن لم تصبهما 4، فما هي؟ 5 أعداد متتالية مجموعها 100، فما هي؟ والآن لدي لكم مجموعة من أسئلة لتنمية الخيال لدى الأبناء خاصة. ما الاستخدامات الممكنة للملاعق؟ ما أوجه الشبه بين القلم والملعقة؟ ما أوجه الشبه بين الحجر والشجر؟ ما الذي يحدث لو كانت وجوه الناس متشابهة؟ كيف يمكن أن تعرف أخاك بينهم؟ كيف نستطيع منع ضوضاء التكييف؟ اكتب جميع الصفات التي تحبها والتي لا تحبها في صديقك. ما الإضافات التي تحب أن تضيفها إلى كرسيك المدرسي الذي تجلس عليه في المدرسة ليكون أكثر راحة؟ وهذه أسئلة منوعة أيضا. سورة تبدأ بسورة، فما هي؟ ما السورة التي سميت بالسبع المثاني؟ ما السورة التي تسمى بفسطاط القرآن؟ من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ كم مرة ورد ذكر مصر في القرآن الكريم؟ من المقصود بهذه الآية: وجعلناها وابنها آية للعالمين؟ من المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن؟ هذه مجموعة من الأسئلة لعلكم فعلا تتأملون فيها، فستجدون فيها أشياء جميلة وفيها نوع من المتعة والراحة والسعادة للجميع. وإذا كان في هذه الرحلة شاب من الشباب، فأحد الشعراء وهو محمد إقبال في ديوانه المشهور ذكر رسالة إلى شاب، قصيدة بعنوان رسالة إلى شاب، قال: سجادك العجمي هذا والأثاث الإنجليزي، ماذا يفيدك يا عزيزي؟ ماذا تفيدك ثروة حصلتها في مثل أبهة الملوك بذلتها؟ أبكي لأجلك يا عزيزي. هل ذقت يوما غبطة الإيمان أو بأس حيدر أو رضا سلمان؟ ارحم شبابك يا عزيزي. سلع الحضارة لا تقاس بذاتك،
أتظنها ثمناً لكل حياتك؟ أخطأت جداً يا عزيزي. المؤمن الصديق سيد ساعته ورقي عالمه، رقي قناعته، فأعرف مكانك يا عزيزي. لو دب روح النسر في قلب الشباب لم يبحثوا عن سرهم بين التراب. إياك تيأس يا عزيزي باليأس، معرفة الفتى تغتاله وبصيرته، والمؤمن الصديق برهان الإله سريرته، فاربأ بنفسك يا عزيزي. يا أيها الشاهين، عشك ليس في قصر الملوك، لو كنت شاهين الجبال حقيقة ما أمسكوك، فارجع لعشك يا عزيزي. ولذا سأختم معكم بمقطع من شريط بعنوان رحلة الطموح، وهو أحد الأشرطة التي الحمد لله انتفع بها شباب كثير، فأرجو أن تنتفعوا أيضا أنتم بها. فإليكم هذا المقطع في رحلة الطموح، عله يحيي كثيرا من الموجود لديكم بإذن الله تعالى. أن أصحاب الطموح لا ينسون الآخرة، لا ينسون الآخرة. شتم رجل عمر بن عبد العزيز، فماذا رد عليه عمر؟ هل سبه وشتمه؟ لا، بل قال له: لولا يوم القيامة لأجبتك، لولا يوم القيامة لأجبتك. لله درك يا أبا عبد الملك على هذه الكلمة الرائعة التي فعلا هي درس لكل واحد منا، ألا ننسى الآخرة في حياتنا. أصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذب، وأنه لا بطل من غير جروح. لا يمكن أن تجد بطلا إلا وقد جرح إما في قلبه أو في جسده. أصحاب الطموح ينبذون الترف، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كلما ترفه الجسد تعقدت الروح. فانبذ هذا الترف الذي يعيشه بعض الناس، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، فكم قتلنا الطعام أيها الأحبة، وأصبح الإنسان له 5 وجبات أو 6 وجبات في. انظر إلى الترف في النوم أيضا، فالناس ينامون من بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر قيلولة، ومن بعد العصر إلى المغرب استرخاء، ومن بعد المغرب إلى العشاء راحة مع الأهل وأكل شيء من المكسرات، ثم بعد العشاء يستيقظون في تمام الساعة 9 أو 10 تصحو عقولهم، فيبدأون بكبسها كبسا حتى تكبسهم كبسا أيضا، ثم تذهب هذه الحياة والأسف. أفهذه حياة تعاش؟ قيل لابن القيم: أرأيت من يأكل في اليوم 3؟ قال: قولوا لأهله يعد له معلفا، لأنه هذا أكل 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 إلى متى؟ لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. أصحاب الطموح يحبون الخير للناس وليسوا حسدا. وبعد أن سمعت هذا المقطع، دعني أذكر لك شخصا فيه كل الطموح، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فما أشرف مقامه عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يشتاق لنا كما جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا، إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى، ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، وإن ذكروا سليمانا بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا، فبطحى مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى، وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأن، وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا، وكل المرسلين يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا، وكل الأنبياء بدور هديا وأنت الشمس أكملهم وأهدى. فصلى الله على نبينا محمد وجمعنا به في جنات عدن، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. قد استمتعت معكم في هذه الرحلة، وفقط أتمنى منكم في آخر هذه المادة بعد سماعكم لها وأنسكم بما فيها أن تعذروني إن قصرت أو أخطأت، فإن أخطأت
فمن نفسي والشيطان، وإن وفقته فمن الله رب العالمين. ثم أرجو منكم رجاء آخر، وهي دعوة بظهر الغيب بعد سماعكم لهذه الشريط، لعل الله يستجيبها لكم ويوفقني بسبب هذه الدعوات التي تأتيني منكم صباحا مساء. وأسأل الله عز وجل لي ولكم في آخر هذه المادة التوفيق والسداد، وأتمنى لكم حياة سعيدة وإجازة أسعد وعودا حميدا إلى دياركم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.